يوم انا ابن الوزاره واعرف ومتابع للسوق، موقف الاسعار يمي ويم رئيس وزراء يوميا بنفس التوقيت يتابع سيد رئيس الوزراء حتى سعر الطحين ليش صار في 18؟ ليش صار 19؟ متابع متابع متعب يعني. لذلك حافظين الاسعار أه أه نتابع حص... انه تصل الحصه للمواطن والمستهدف وكذلك أه فرض التوازن على السوق. الحمد لله اكو من هسه بالاعلام يقول لك ها ما هي اجراءات وزاره التجاره في مجابهه الاسعار اي أيوة اسعار؟ روح اقرا الاسعار هسه وقبل اسبوع جينا البارحه نزل السوق ما عندنا زياده اسعار اول مره رمضان الماضي وهذا ابدا ماكو زياده بالاسعار نهائيا، المواد الاساسيه والموجوده الاخرى وياها، اذا تقول لي اللحم وغيره هذا يعني مو اختصاص الوزارة التجاره بالضبط، لكن ما هي اجراءاتك؟ احنا اليوم بدينا بالتعاقد مع شركات من قبل أربعة أشهر خمسة وبدينا نوفر اللحوم هسه تروح المنافذ التسويقية التابعة لوزارة التجارة راح تلقى لحم الغنم ب 10 11 ألف دينار وين مع تجار اليوم شوف شنو هي يعني أنت كبير. احنا مع القطاع الخاص احنا شنو اللي هو الإدارة إدارة هذا الملف بأن يكون ال 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 وزارة التجارة تاجر غير رابح استخدام مواردها البشريه ومواقعها اللوجستيه في خدمه القطاع الخاص ليكون منافس حقيقي. اليوم القطاع الخاص لازم ياجر محل كهرباء، طاقه، عمال اذا هاي كلها تحميلات وين تصير على المواد؟ يتحملها من؟ المستهلك النهائي والمواطن. لا اليوم احنا كلها وفرناها. الموقع وتهيئة اللوجستيه والطاقه الكهربائيه والاشراف والتدقيق والمتابعه والمخازن تعال يا تاجر خلي لك هامش ربح معقول، اليوم تجار شرفاء كثيرين يخدم المواطن من يصير هامش الربح مقبول ونسبة المنافسة تصل إلى 20 25% أقل من السوق هو هذا 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 هدفنا. اليوم وزارة التجارة غادرنا موضوع الحصة التموينية، أمنا خزينة استراتيجي من مادة الحنطة كان التسويق ناجح جداً بصرف المبالغ اول باول طبعا كان اهتمام عالي دوله الرئيس بان يعاز الى وزاره الماليه مشكوره بتسديد المستحقات اول باول اسلوب اداره التسويق كان على مدار 24 ساعه حتى الفلاح لا يقعد ثلاث ايام واربعه بالسرى وصولا الى تامين هذا الخزين في مخازننا والحفاظ عليه طول هاي الفتره وبالتهيؤ الى الموسم التسويقي طيب هسه انت هاي قصه قصه المخازن